مدير زراعة نينوى دريد حكمة أكد تعدد أسباب الحرائق التي طالت الأراضي الزراعية في محافظة نينوى، كاشفا قيام بعضهم بوضع عدسات مكبرة وبارود مدفعية لإحراق الأراضي بواسطة أشعة الشمس. احنا بدينا الحصاد في تاريخ 15/5، بعد 3 أيام بدأت عندنا الحرائق. وتيرة هذه الحرائق كانت في البداية بسيطة جدا، وبدأت تصاعد هذه الحرائق إلى أن وصل عندنا أحيانا في يوم واحد 20 حريق. طبعا أسباب الحرائق متعددة، تبدأ بالإرهاب أو بالنزاعات العشائرية أو بالعداوات، وعندنا حرائق تتعلق بالإهمال، وعندنا حرائق تتعلق بالتماس الكهربائي، وعندنا حرائق لها علاقة بالحاصدات، إكزوز الحاصدات، وهكذا. فكثيرة الأسباب، كثيرة طبعا ومتعددة، لكنه يعني في نينوى بالذات وتحديدا في غرب نينوى في الأيام الأخيرة اكتشفنا موضوع العدسات. العدسات اللي تنزرع في المحاصيل واللي هي تعتمد على تركيز أشعة الشمس، وبالتالي يضعون بارود، وخاصة بارود مال المدفعية، حتى ينفجر البارود، ومن ثم بالتحديد مال المدفعية، لأنه هذا يتجه بأكثر من اتجاه، يعني من ينفجر بأكثر من اتجاه حتى يزيد يعني الأذى بالأراضي الزراعية. هذا ثبت عندنا رسميا، وزرنا المناطق اللي شفناها وشفنا عدسات بعيننا. هاي قد تكون وراها يعني هي ناس إرهابيين بالتأكيد، وقد تكون وراها جهات دولية، يعني ما أقدر أكد، قد تكون وراها جهات تستهدف الأمن الغذائي العراق.